لأنه أنا شكيت بسليم. ولو حرضته أنت ما شلت السلاح وقوصته؟ هلأ صحيح كنت انزعج منكن، بس أنتو قطعة من روحي. يعني اللي عملتوه معي ما حدا بحياتي عمل لي إياه أبدا. سليم له فضل كبير علي. بتعرفي إنه سليم كان يعشقك؟ بعرف. كيف هيك؟ مع إنه كان مخبي هالشي عني، يعني هو قال لك؟ نادر البنات بحسوا بهاي الشغلات من أول يوم، خاصة شغلات العشق، والشغلة اللي ما بتعجبنا بنعمل حالنا مالنا حاسين. لك لو تعرفي قديش حاول يحكي لك، كان كل ما يشرب كاسين ويدوخ يقول بكرة بدي خبرها. وتاني يوم لما كان يشوفك كان يخاف ويتراجع. كنا وقتها بأول عمرنا وكان عقلنا يطير من هذا الحكي، وكان في عنا أحلام كتير. داليا كأنه ما عاد حلمنا مثل قبل، ما هيك؟ برأيي نحن بهي عملنا غلطتنا الكبيرة، لأنه تخلينا عن أحلامنا هديك وصرنا نحلم أحلام أكبر منا. لهيك واحد مثل سعيد ما عاد يقدر يشوف حدا. بس لازم حدا يوقفه لسعيد، لازم حدا يوقفه عند حده بسرعة قبل ما يتحول لوحش حقيقي. مين اللي بيقدر يوقفه لسعيد؟ هو اللي ممكن يعمل هالشي. بس أمير، أعطيني من الآخر شو بدك؟ معلومات. معلومات. أنت لو تحكي أنا مستعد خلصك من هالشغلة الوسخة. أمير، أنا ما ببيع سعيد بنوب. بسمح لك تختفي ومعك $6 مليون. وهاب استعجل. أمير لا تعمل بحالك هيك، هلأ ترحم عليه، يعني عمره خلص، الشغلة مو بإيدك. أنا يلي تسببت بموته سيدي، أنا لو ما حاولت أظهره أنه هو إذا بكل حادثة بدك تتهم حالك ما رح تشتغل أبداً. الشخص المسؤول عن موته لسليم يا أمير هو اللي قتله لسليم وبس. لو وقفت سعيد بالوقت المناسب كان هلأ سليم عايش. يعني أنا بعرف أنه هالموضوع بالنسبة لك عاطفي شوي، بس أنت رح تمرق معك كتير شغلات هيك ولازم تتعود عليها. إذا ما قدرت تفصل بين شغلك هون وبين حياتك برا قبل ما ترجع على بيتك رح تتعب كتير. مرحبا حضرة النائب. أهلين كينان. فتشتوا المقبرة منيح؟ ولقوا قبر واحد مبين أنه مطمور من فترة قريبة، وما في أي شاهدي فوق القبر، على الأغلب هو. سيدي بعد إذنك. أمير لا تفكر بالموضوع. لو سمحت. بنوب. يا أمير بدك تتعلم تصبر أكتر من هيك، مهنتك بتتطلب تكون صبور. بكرة كلياتنا منروح على المقبرة، من الصبح منروح سوا لهنيك ومنراقب فتح القبر لحتى نعرف مين يلي فيه. حاضر سيدي. كينان خبرهم يضلوا بالمقبرة وما يفارقوا القبر للصبح، ما بدنا حدا يقرب على القبر بنوب، نفذ الأمر فورا. مثل ما بتريد حضرة النائب. أنا بكرة الصبح بجي لعندك ومنروح سوا بسيارتي، ماشي أمير؟ أنت كيف قدرت تعمل هيك؟ فهمني كيف هالعلي؟ اسمعي،
سعيد بيكون أخي يا هبة وصار جوزك، بس هو مجرم. يعني إذا أنا ما فوتته على السجن غيري رح يعملها. يا ربي أنا شو بدي أعمل بهالقصة؟